أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل بلا لسر فصل ميستين بلان باش عركان بخويني نو كارتيجك. وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما، وليس حتما في سوى ما كعيو كيع مجزوما فراء ما رعوا. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفضا باسم كقولك اقتضاء مقتضى، ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسنا، وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نصرا وفشا منتظما. فرمي باسان باشان قسل سر أويك لسر فعلك معطل الآخرة وتمعطل لا ما تشون وقف بكري الله وقفك بهي سكت لسر فعلك معتلة بحس في أخيرك معتلة، يعني إعلى لك بحس في أخيرتي وكو أعطي من سبل أعطي، وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مزوما. إثر أم وقف لسر فعل معتل لام حتمي وزرورينيا لغير فعلك وكو عيبيا وكو يعيبت لعيدا كبوت أمر برأسري أمرك وإعلى لك يا حرف ما وتولى يعيدا دليل لم يعي بحالتي إعلالك وبحالتي منزومك دو حرف ما هو تاني لغيري حتمي وضروري نيا لغيري أو صورة أنا ذاك فعل يك حرفي ومن يدو حرفي بمعنى تاني الظاهر لو دو صورة ضرورية كقصك جيك إيراد الواقع ده. بس فراع ما رعو تو رعاتي وشتبك كعلماتي رعاتي كده ما لا استفهام ده أجا مجرور بو حصف ألفك إذا كدت وأولي هلها إن تقف وبشون ألفك ده هبنا أجر وقف ذكر ما كي ما أو مثلا. أما حتمينية لغيري أو صورة ذا كوام مجرور بو بإسم، يعني ما استفهام أجر بحرف جر مجرور بو حتمية وقف لسر كي بها بلا هر أو ما استفهام أجر مجرور بو بإضافة كدن اسمك ولاي ضروري نيا قولك اقتضاء مقتضى دتنا الاقتضاء مقتضى ما اقتضى مقتضى دولا كيدرستا باشان. ووصل ذي الهاء أجيز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، وصل كديني أو هي كهي تأنيسا كأصل كيتيا كذبت هي بلا عفو هي سكتة عفو عفو أصل كيتينيا هي سكتة أو هي وصل كديني أو هي إذا زبد بهر اسمي كوا بهر عفو بهر كلمة كوا كحركتي بيدرابي بحركي بناء بحركي مبني وحركي مبني بونكش سبت حركي كي لازم بيد يعني ضرورة مبني بين نكبر أثري بيش عما دي بوبيتا مبني أخذ جون كمبني دو مبني 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 اللازم ومبني العارض مبني اللازم هو كهار مبني ها مبني العارض أو بر أثري بيش عما دو بيش هاتك دي بيتا مبني زاد الله أوان كمبني اللازم يعني دائما مبنية أو هي بي وصل كي دلې اجازه په بلوشتي واچیا جائزه زورچک پاشان. ووصلها بغير تحريك بناء اديما شذا، وصل اوها 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 دسته بو الهاء كيفش وكذل هاء، وصل او هي سكته بغير او وك حركتك حركيك بناء دائم بيت شذا اجشتيار ده شذا بلا في المدام استحسنا لمبني كمبنية كي بردوام مبني به وصل او هيتيا استحسن فصن كلاو بشتكي جوان داندراو باش باشان قصي باني. وربما اعطي لفظ الوصل ما للوقف نصرا نفشا منتظم جاري وجالبا دبخشي بلفظ وصل جي بيدا دريد او هيك بوقف هيا بسيدة يعني حالتي وصل الله لبيت حالتي وقف حملة نصر دا بلان دا فرمين لنظم داواتها لشعر دا فشا زور زور دارو
باش. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وقف بهاء السكت على الفعل المعلي بحذف آخر، كأعطي من سأل ولم يعط، فقل في اللغة عليهما أعطي ولم يعط. أفرمي وقفك بهي سكت لصرف لك فعل كان معتل بحذف حرف أخيري، وكو أعطي لودا كدلين أعطي من سأل لم جملة ده. يا ولم يعط أمك حالتي زمكيتي بحالتي وقف لم لسر أمد أنا بلا أعطي لم يعط زرت شاك. عرضي برادري خوما كم ليرة كندا كأفرمي وقف بهاء السكتي، أما تبعة شبيهة بحركة بهمزي وصل دقتك، يعني بو أوي بقي بوكا أو حركتي حرف أخيرة دو حصفي حرف أخيرة كمثلا لا أعطي دا يكي لنيا بوي كسري يكا عفو كسري طيكا ومينة دو حصفي يكا دينن تدكن لحاطي وقفة دا هيك دينن حروكو لهمزي وصل دا بوي لابتدا بساكن دا همزي وصل دينين بوي سكونة كومينة حمزه يك دينين اميج بو اوي حركي حرف اخير دو حذف لام الفيلكا ومن هيك ساكن دينين، يعني بوي اعطي او تي كمكسوره ومن وشون كو خدت كنت اعط ايوانيا بوي او حركه ومن دينين تدكين له استفاده لكن ضلين اعطي اما انك تيك زوز الجالب زور باش بم هي د قتري هي سكت ام هي لقلت هيك تي تنس كلمه هي التفاوتي هي بو چونك لسر هيك سكوت رعادك اعطي لسر هيك سكوت رعادك طلي اعطي زر باشا. وبزوري بزوري لسر شوين دادك ابن مالك لهر سر شوينك يا بحسي كدو حس شوينك لم كوم الله شلا بحس كدو يتشان فلك معتلبه وحس في اخيرك الكلاب يتشان ما استفهام لحالتي جرده يتشان اوك مبني بلسر حركيك لازم حركيك دائم وكو هي وكو هو تاول لي لو انا كبفتح دخل عند لي او اللي يدا امانتيا هي دقر زور باشا جا باش عندنا كاعطي من سال اها كاعطي من سال زور باشا. ابن هشام عليه القران ده لقراءه اخوان شن حمزه وكساين كدودان كوفين بيان ضلن اخوان اجا عاصم شان لقلبي بيان لتي كوفي كوفيون افرمي بشيك لوكا خلاصه كلام دوا حصف في حرف اخيرك وقفي لسر كلابي بهي سكت ام اتي لسوره ال عمران دا كتلف بهداه ومقتده جالبه چونك حمزة وكسائي لحالتي وقفلة دلن اقتده فبهداه مقتده بران لوصل ده فبهداه مقتدي أمزا إدامك درون بس لوقف داري هنا النقل وصل ده أما النكتية كجالب جاء أم جاء. عرضي برادري خوما كم باشان لم لو دو قراءة لقراءتي حمزة وكسائي دان لغيري أودان نا 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 أو أو زور باشا جاء فرمي وذلك جائز وليس حتما في جميع الماضي أم نوع وقفة لسر معتل اللام بحص في حرف أخير كي على لتياك لا وحص في حرف أخير كي لك وقف بهي سكت أفرمي لحتميني لها مشوينة كان لأني اشتيقني واجب بي لها شوينة كائمة حتما 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 لو استفاد بك أي أفرمي سوى ما إذا كان الفعل قد بقي على حرف واحد لغيري مجر لغيري شوينك دا كلو شوين دا لغيري شوينك دا كلو شوين دا فعلك هيك حرف إلا ما بيته أجا فعلك حرف إلا ما بيته أنا قطعا قاعديك من هي لوقف دا وقف لسريك حرف ناكلت بدليلي أوا شنك منتهي دبي بسكون يك حرفو سكون إتلاوا إجازة بين الدراوة الأدبيات
فظلم شو نداء واجب إما بسيب كين هي سكت بينين أما تاري إشكالي تدانية باش بلان لباري نوسينوا دماميني اشتكي زو جارب دلي مثلا اي قي الرا أما أنا كفعل هاكني حرفين لدمينة توا دماميني دفرمي أم فعلانا كيك حرفين لدمينة تواني وقت توبيا نوسي دلي نابت يك حرف بنوسي دبي هي سكتكش أنا قلب نوسي أما منتهى هي سكتك فقد لو خفى نطقي فيك ولو وصلت إليك حصف فيك أما فقل لفظة أم وقفة أم حصفة بلان لخطة دل وقت نصيد حد بنصي راه قيه عيه ظن نكتيك زريفة بس أقر في اليك حرفي ما يوا أو واجب وضروري كتوقف إلى سركيبتي بهي بيشي شيء أو حرفين أحدهما زائد كيعي يا بصورة إلى صورة إلى بك لا سدو حرف ما بيته كي كان زائد بك ويعي أما وعي 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 مثلا ها بلن كالباب الدوبيت وكو يرمي بلا منتهى شنك فعل في لكي واو جاء واو كل بيني يو كسلا در دي يعي يك دمينته كم لأخير ذا دبيت صحيح حرف وقت لم يجازم بيني على الاخر كا اكريو حص في حرف اخر لكن لم يعيد حرف دمينته انا لسر كي مزوم فانه واجب على اما سيوتي زور سيلا يعني ام زانا غورا غورانا لقل غوري كشيان دا جاري حالي زور عجائب دا كان كي انسان بقران سري سور دمينه لمشتدا زادي قد كم اما نكته خالكه كدبي واقعا بيهنين شوك ام زانانش سبحان الله تناقض لكاريان دا زورا لواقع دا يعني هاد بخدا تعجب لكي باوي دوصم استكانا هاو دوصيم زور تشاك باش جا آغاي سيتي دالي فإنه واجب أو وقت فعل يك حرفي لما يوا وقف لسري بهي سكد واجب فعل دو حرفي لما يوا وقف لسري بهي سكد واجب فيقال فيه ما عه ولم يعه بس فراعي ما رعوا أتو رعاتي وشتبك كعلماء رعاتي كله دقة فلمو ابن هشام لا توضيح دليا لا أوضح كنائب توضيح ذلك الدواء أعوى دليا دليا قال النازم وكذا إذا بقي على حرفين أحد ما زائدة حربو جورا وقف بهي سكت لسر فعله كدو حرفي لما وتوي كان زائدة واجبة بوقف لسر كبهي سكت كل لم يعي باش باش نظر وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على نحو ولم أك بغية ومن يتقي بترك الهائي أما مردودة بإجماع علماء مسلمان لسلوك واجب وقف لسل لم أك بغية يا لم يتقي بك بتركه كوقف لسل كدن لواقع دا بهنا يعني أو ابن شام لتوضيح أو ردد داتوان باشان دقيقا او ايدادك لابن هشام لابن مالك دقري دقتك للشرح قد النداده لبعث خصائص كندا كذا لو حذف النون مضارئها المنزوم وصلا ان لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل جادي قد كان علي اما بحث اودك كذا لي وقت وقف اللسر مثلا مضارعي مجزوم كرت لا وقع دان ونكبة توجيه إخوي مثلا لم أكو وقف إلى سلك ولا لم أكن بو شون كدلي بلى عوا دلي جاء مطلبك تولانية دلي والضمائر ترد لشيء لا أصولها ولا في الموقوف عليها ودلا أجريش وقف ما لسلك لسل لم أكن إتب بو مانية لا وقع دان لا يحصفين ونكبكين أما دلي ابن خروف أم فرمودي فرمشتيكي جوانا بوشوك لأن الفعل الموقوف عليها بها استكتك قولك عه ولم يعه تولي بوجان لأن الفعل الموقوف عليها بها استكتك كقولك عه ولم يعه فلم يكن ذاتي لم يعه فلقل بعد الحرف الذي كان فيه أولى من سلاب حرفين إذا ظفر مو والله نسخة جوريك يك لحظة بلا بلا بلا
أجزاء سلسل قصلا سلاوي مضارئي كان كبه مجزومي حسب انه كيلي كذا بالتخفيف بلان ضل لك هاتي كابدا ب خلاصي كلام وقف كي كلاس ولحالتي وقف دانا به لحالتي وصل الله به شو قال له وقف دانا به دبي بنو نكي خو يقفي لسر كذا ما ابن خربوه يفرموه جادلا جوانا بو شونك فعلك وقفي لسر لك وقتك حذف وارد دبي تسر بجور حرف جاد وحرف لدى من تاني وجب الوقف عليه بهاء السكت أأمن يكتك وقت حرف جاد وحرف لدى من تاني وجب الوقف لسكت بهاء السكت وكوعي ولم يعي فس فلم يكن بمنزلة لم يعي يعني أوي كبحالي نسبة دابو ابن مالك بوخي لقطر ندالة دو حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب لوخو علي بهاء السكت أو نسخيك من لبرد اسم دايا وايا بلان الله أعلم والله أو نسخيك باتازلت ما شيك موان نازانم آوان بجا أقر أهلا والله بلا فرقي هي نكتة ونوغن كيك فرقي هي بلا بلا جوانا قلنا لا تشك أرش إتو إرادك باش أمزا فرمي وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها ما لقي استفهام ده أجر مجرور بو يعني لحالة جردة باش حذف ألف كده كتب واجبي وأوليها الهاء إن تقف وبشوين ألف كده به هنا كحذف كي بشوين ده هي بينا أجر وقف للسلاكر بس بقيدي إن جرت معلومة أجر ما استفهام لمحل رفعها أبو يعني لمحل نسبها أبو لمحل نسبها أبو هي سكتي زميمة ناكلت مثلا لما شرط الله ما عندك ما مبتدأ مرفوعة حال ما دخلين ما هناك من يوم وباشان لحالتي أو يك منصوب يسألونك ماذا ينفقون ده ما له ده ما يسفهمي دبيني لحالتي نصبش ده شون كمفعول يسألونك يو بيجمان حزب نبي بلا لحالتي زردات يا حزب دبيت لحالتي زرجة أو يك علماء فرميان زوتر لبر أو كوا فرقي بين قال ماي موصولة وشتي وأوانة شو كأوانة أجر فرضا أجر اشتيك يعني وكو حرف زر تتسر بحالته وشكل إخوان هرد من النوى لواقع ده لحالته وشكل إخوان ده هرد من النوى نو خلاص كلام دسكاري وتغييرات كان بسر ده نايا أو نكتيك ضروري صور باش ونحو وكو شاهد يا أسديا لم أكلته لما لو خافك الله عليه حرمه لسر أم شعرا يك إست بقرين هاتسن من لقل شعران زور سر وكارمنيا بلان والله اشتيق وقت يستيكي لسركين بيمنع مصلحة نية لواقع ده شونك واقع المطلبك يتدايا جوريك مطلبك جايك لحظة ب يا أصليا لم أكلته لما بل لو خافك الله عليه حرمه ظاهرا دلي لم أكلته أو هي أكلته لشتو بو سجك بل يعني كترف سجك يخواد بيت جاباشان دلي لو خافك الله اگه خواله تو بترسان عزو بالله آوا بالنسبة او سكاوا حرمه بلوايا بهر حال اما عادتي نفع مكاني عرب و كنسبة ينداو بو اخوان عزو بالله او شتيك بو انسان كان نسبة دادري بلان يكيق لشارحين آوا شاركة تخليز كدوا علينا علينا أموانية كاكا أي أو علي شاعر خطاب لقل أو ترفع قرار دكا نقل لقل خوايا وباشان لخطابي أو ترفع ديت برو خطابي الله تعالى كوا التفاتي بلا مشهورة مثلا أعوايا دلي
لا لو خافك أصلك يا الله يعني أجا أو كسلة توبترسا أي خواه أو أنك خواه لتوبترسا نعوذ بالله بس وكو يوسف أيها صديقوك لسم مناداك كي يوسف يا محزوب بوا لرجد الله منادي مفرد معرفيه حسفي يعني داك لك لا أو يقصك أو زاش عليك مثلا لما كليرة دا وقف إلى سلك وبوتهي وذلك جائز أم بابتتيا دواقدتيا جائزة زوت شاكا بلان لقل أوجدا إما أو يكديو مانا قراء أو وقفان لسنا كدو أوج إستي قراء السبعين غير أو با وذلك جائز وليس حتما في جمع الماضي أمش جائزة حتمي وضروري لها مش وينك ده سوى ما إذا انخفض باسم وجاء أفرمي والله نظم الشعر كم هل آه معنا كريه نعم بلها مطلبك أويا أفرمي لحالتي أويا كد بألف مجرور بي جائزة وقفي لي بكري بلا ومن شعرك إسه هوشم هاتو اشتباهكي لفظي مكرت بلا إسه هاتو زينم قاضية كأوي جرى دو حالته يا باسم مجرور يا بحرف مجرور يا باسم مجرور يعني بمضاف أجا بحرف مجرور بيت ألين جائزة حتمينية أتواني تبكي لوقفة هيكي سكتي بيوني زوت شاكا بلان وليس حتما في جمع الماضي أوش حتمينية وزارورين اللي مشونك سوى أو والله أجا زوت أو تشاوم أو سوى هنا ديوا سوى ما إذا انخفضا باسم غير أو صورة كما ب بشي مجرور باسم بإضافة كدن اسم بولا يعني ما بو بيت مضاف إليه بو اسم إنشكا كقولك في اقتضاء في في اقتضاء ما اقتضى ضلي اقتضاء ما داخلاني في اقتضاء ما اقتضى ضلي اقتضاء ما بس أمن كتم هدو لك دوسنا هدو لك دوسنا يقلع دوسنا ده دقتك فرقك ظاهرا هي لبيني ما كبحرف مجرور به ولبيني كما بإضافة مجرور به زور شاكا اجا بإضافة مجرور به باز واجبة لوقف ده هي سكتي بيوني او اما اجا بحرف جر بينا ده لكش علماء لتوجيهك اوان قتوا فرمي انا حرف جر كمتصل بو بما وكوباش اقوى على قلي تاولي بس وقت حذفي ألف ككرة زيادة لحرفك دمين تواني ما بخوي دو حرفة ألف كيلي وك بي بي و بي حد حرف دمين تواني يعني ظلن بيكلا قل ما كيا وكو جزء قوي أو أما عرزي دنا بدك مضاف تشاولي دلالة دكا لسر معنايك كأم معناي لمضاف إليه كداني لواقع دا دي لصورة هيك ما استفهامية مضاف إليه بي حذفي ألف كي بكريت لسر يك حرف دمين تواني أو وقتها واجب دبيت شي هي لواقع دا أولي بسر دي زوتريج لسر أول كعلماء أو هي لحالة جرب حرف دا ببيت أما لقلوشة أكثر قراء ونالن يعني زور بعلماء نحو دلن أجر بي عفو بي يا هاد حرف جرشيكا شو صار ما استفهامية لحالة جردة ألف كساق دبي وخلاص أو إيش كاني ألف كساق دبي بلان قفك أول لو قفك دا آية هي كده من هي هي زميم دبي أنا زور بي علماء لسرون كبل أجاب حرف إيش مزروج بو هر هي باب بيت بلان قراء كم تلو آخر يوم مثلا عم يتساءلون أو أناش كوقف يعني كده بيه هر عم عواخر يوم جانا توانا إيتر هي النهينا مگر هندك وكو بزي وانا وازانم كالاخوال وقراءته كان قراءتي السبعة وحتى شازشة اوان اوا اسفادان كل ولا واقع ده زرت شك وامجا عرضي برادري خوما كم باشان مطلبك او كده فرمي وما في الاستفهام ان جرت حذف ان جرت حذف اوا ظاهرك اوا دقيني الفكي حذف دبي لوقفة يعني شنك
شعرك بعصي بحثه كمان اللي ردا بحثي وقفه ام شعره بعصي وقف لا 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 شوينه كهدو كبعصي وقفه ظاهري ام شعره او دقينه كالف ما استفهاميه لحالتي وقفه دا ارزي جناب الدكم خلاص كلام حاصل تبي بلا وانيه بلكو الفك حاصل تبي اذا جرت وصلا بقولي بالمال ان جرت اجا مجرور بو جاء أجر مجرور بو حملة وصل ده حملة وقف ده لواقع ده الفك حذف ده بيو إشكال النبي ده بلان أويك وقف إلى صدق ليه حنجار وقفك بهي سكتة لواقع ده أوي قضيك زول باشا باشان جاء أم اقتضاء أما أصلي تركيبك آوايا بلى اقتضاء أما آوايا اقتضاء ما آوايا الأصل آوايا يعني قرزكي ورقتها ولا قرز داركي ورقتها واني خلاصة شون ورقتنك جا وشون ورقتنك يا بآساني ورقتوتو يا بسختي لسيكوتوتو يا قرز دار عجليك دولة دانوكي يا مطلب وقرز شوير و خلاصة كلامي اقتضى أصلك أو اقتضى اقتضاء ما أو إلى أصل الله اقتضى ما اقتضى أول فعل اقتضى دوم مصدر ماش لدوا وهاتو أما الأصل الله أبو جوليك كيمي زي أم زي باشان ما استفهامية أرزي برادري خونكم لقل مضافة كده تبيشوا اقتضاء ما هذا تبيشوا جاء وعفو الأجدي اقتضى ما بألف معك شنك اقتلى كمسترك اقتضى أنا لدواها أو اقتلى إذا فكرة بروتي برو ماي برو برو ماي استفهاميك جادق أصلك آوى تركيبك اقتضى ما أصلك آوى إلى أصل الله دي أم جاء اقتضى إذا فكرة برو ماي استفهامي وحصفي الفكرة لك باشان ميمكا كما استفهامية لقل مضافك كاقتضايا كاقتضاء بيش كوتون بوتشون كاستفهام صدارتي هي او تلبيتتي اقتضاء مقتضى اقتضاء مقتضى اقتضاء دبيتها مفعولي مطلق بو اقتضاء بو فعلك خوي اضافك لا بلوما كما مضاف اليك بس لم صورة لا كما مجرور بو باضافك كدني مضافك ولاي لازم و ضرورية عرضي برادري خومكم الفكه هيش كحزت بكري وقف شي لسر بكري بس به او تدلي اقتضاء مه اقتلى او اقتلى اقتضاء مه اها وقف ابو جول لسر دكي باش باشا ووصل ذي الهاء اجيز كوا كائن بكل ما حرك تحريك بناء لزمة باش عند الوقف عليه وصل أم هي سكتية إذا زيبدا كأما حالتيتي با إذا زيدا وصل بيت بهر كلمة وكحركتي بدرابة بحركي مبني حركي مبني كشي سبه لازم بيت لكاتك عند الوقف عليك كاتك وقف لسدكي يعني وقت يخلص الوقف اللي صار كده أو هي بيونوك وها ومقرأ كتابية يصير هذا شعري كسر يكا 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 عرضي برادري خم كم مبني اللازمة أي واقع و يي متكلم مبني اللازمة دواء اللي كان داك حركة بيدراوة ومبني بونك شي مبني بونك اللازمة شنك مزمرات هم يا مبنين ببردوام او هي لوقفه هاتور قلب باسم لبني قرادة اختلاف هي دوباره جادل لازمه صفه بناء الاعراب ده لازمه صفه بناء احترز به مصنف بم صفه خداريك مما لا يلزم بناؤه لو انا كمبني بنكان لازمني واجبني كل منادى وكم منادى بس فلا توصل به الهاء وهي في وصلنا به ومثل الفعل الماضي اللي ما شيء بوجه عليه بلى عرزي برادري خوم كم وشذ مجيء ذلك فعل الماضي هي في وصلنا به لا واقع لا شوكا
عموما أخوة فعلي ماضي لا أصل الله مبنية لواقع لا وإشكال نية لودا بلان أوي كبيويستا أم هي بل زورتر لهند شرايط زميمي أكثر اسم دبل لواقع دا أكثر بلان بلان إي فعلي ماضي كدالي ليرة دا أيجوكو وبلا يجوكو او انا وياك و بناكي لازم نيا اما لا وايد الانتباه خوين من مبني بونكي حتى برك ظلم بم جهتيا ك شبهه دي هي بمصارعه ده لش حتى في خوين من ككتي في وقوع صفه وصله وخبرا لاخر يعني لهر شو انك مزارع دي بيت خبر ام دي بيت خبر لش انك دي بيت صفه دي بيت صفه اه لش انك دي بيت حال ام دي بيت حال دي بيت شرط بيت شرط او خلاص كلام او بو شبهتي هي بمزاري او بم جهتي او ابي استثناء كده بلا وش هذا مجيء ذلك اما اجشتك هاتبي مبنيه كي مبنيه كي دائمي نبوبه ولازم نبوبيت هي سكتي قلت به او شاذة كما قال حكم سنين فرمي وصلها بغير زي تحريك بناء وديما شاذة وصلها بغير زي تحريك بنا أديمة شذا وصلي أرزيدنا بدا كم هي بغيري أو وكم ابني بونكي بغيري أو بغيري اسمك أو بغيري كلمك أو كم تحرك به وحركك حركي بنائي به أما بردوام نبي أو شاذة يعني اشتوى لواقع شاذة بس يعني هي سكت متصلنا بحركة عربي أميك ومتصل جنابه بشتك الشبيبه بحركة عربي وكو حركة ماضي چونك حركة ماضي شبيهة بحركة عربي او لبر خاتي او اسم لا هنا قلت دقدك مناداي مزموم هنا قلت چونك معنا مبنين ولا مبني وانا كان عارضية ولازمنية وهل بوجه اسم قوكو قبل وبعدو كلبر او قتك لاون لبر إذ إضافة مبني بونه كان مبني بونه كعارضية باسم هي ناكرن عددي مركب مركب مزيوك 15 چونك الأصل أمانة معرب أمانة مبنيين شاولي وأمانة شبهت يعني إيساج بحركة عربي بس أمانة لوقتها هي ناكرن هي سكت بلان أو أقشتي وابو شازة وكو كدلي يا رب يوم لي لا أظل أظل له أرمض من تحت وأضحي من بلى علو اللي را كان دا أقد قتل كربية البد أم شعرا شاهدكي جوريكا كيسي أرسان لكم لواقع دا أقد قتل كربية شاهدكا لسر أم كتابي من وين سوى لا أظل له لا أظل له أو يا نسخيش لا أظل له أو شاشة يدانية أو لا أصل ده أرزي بلادري خومكم عوايا لا أصل ده ك ليرا كندا أو ده بيا إدغامي تلابي بلان لو نسخة كتا من دا إدغامي تلا قلنا نسخة إدغامي تانية بلان شاهدك كي هنا ويانا أويا ببشي أخير استشهاديا كدوا أها ببشي أخير استشهاديا كدوا أرمض من تحت وأضحى من علو من علو علو اللي ركان دا لا بابي قبل وبعد أوان دايا مبني بونك عارضية لبرو كيزا قطك لاو لإزافة جا لبر أو حالتها دبيني بوتا مبني بس بني مبني بونك دائمينية أو كالير دا هي سكتي قلتوا شتيكي لواقع الشاز باشان مطلبك تاو بيجارين أخير أو وقتا أفرمي وقوله في المدام البناء استحسنا جا لشعرك لدلي ووصلها بغير تحريك بناء أديمة شذة وصلي هي بغير اسمك وكمتحرك بحركي بناء بما بناكي بناء دائمين بشاذة وكو أوانا بصمان كر
اما في المدامش تحسن لش تقدر اجا حركي ما حركك حركي بناء وبناك شي بردوام بيت وصلي هيش تيكي جوانا اما اللي ردا شارح دي بومان او دلا كدلا بابا انسان واد زاني لقل شعري بيتي لقل بيتي بيشو دا ام شعريه تكراره اها ووصل ذي الهاء اجز بكل ما حرك تحريك بناء لزم واقع و هي بهر كلمه كوا كحركي ببيت وحركي حركي بناي دائمي بيت اجازه بدا ليش دلي في المدامش تحسنه لمبنيك كمبنيك بردوام ودائمية وصلي هي شتيكي جائزه شتيكي جوانه فظلت تكرار ام ليره دفاع لو لك ما تكرارنيه على قوله في المدامي البناء استحسن قول مثلا كذا الله في المدامي البناء الا اشتكى كما بني بونك بردوان به استحسن جوانا ده لا اما تكرارني بو بيشوك اي على بيان لاحسنيه الاتصال اما بيان توضيح بوتي بوجواني متصل بونك يعني وقتك حركك حركي بناء دائمينيه كشازه بلا اجا حركك بناء دائمي بيشتكي جوانا يعني اتصالي هيك يعني او استحسن بوتيا بو جواني متصل بوني هي سكتك يا بس فلا يعد مع قوله ووصل ذي الهاء البيت المبين للوقوع تكرارا او اي شارك بيشو بياني وقوعي هي اكات وقوعي هي اكات ابو جوري ما شري دوم بياني اتصالك هذاك فظلت تكرارني فتامل لي وفكره البت لكم تر شارح كاديو ما ام شويني اب جواني توجيه كربيه زور واقعا عالمانا وريكوبيك بله واقعا شرحي لا اخوي الرازي باخوه باشان وربما اعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا من لحاق الهاء زور جاران كان هندي جار او لرداب وتقليل الله هندي جار دبخشري بلفظ وصل يعني لفظك او كلمه وقتي اويا كوات وصلك وقتي وقفيني لواقع اما واقعيتك بله أرزي زناب الدكم دليتي دلي هندي جار دبخشلي لفظي وصل دبخشلي تلفزي وصل دبخشلي تلفزي وصل ددري بلفزي وصل ما للوقف اشتيقي بدري كي وقف لحالتي نسر ده لسيم اللحاق الهائي يعني هي سكت دبالة كاتي وقابد ريت كتجاري وآل حاطي وصلاة دريت نحو لم يتسنى أمج اختلاف قراءة لسلا لم يتسنى كلا سوريب قرأ دهاتو وانظر أبو جوري لم يتسنى وانظر أو آيات لصوب جانب القراء وغير غير وشنو وكو هذه حبل يافتة أما بلا بلا أما واقعا حبل يافتة ليرة كندا بلا بلا نانا حبلو بيما بلا حبلو يافتة سبحان الله يتر شتي عجيب وغريب هي أما لا بلا حبلو على حبلو يافتة أول ليرة دا أخريك ألف بو لحالتي وقفة وتتيب وتو دكتي أمزا وقف جنيه ووصل شيء كهرباء يعني حبل يا فتى بلى او وقت وفشها ذلك منتظما بلى لنظم ده امشتت زوره وكتي مثل الحريق وافق القصبة ما بتضيف الباقي كوقفك بتكلاوة بتضيف بكلاوة زورت ساك لسر او تعليقشك او شعريك دلي ووصل ذي الهاو اجيس بكل ما حرك تحريك بناء لزما لم وصلت لا شارعها كائني هنا ووصل ذي الهاء اجيس كائن بكل او لدرس بعدي دا توضيح دا ما تشوف درس كمان جزر او مطلبك تهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.